يا بي بوس ايدك تطلع معي، بعدين ام مصطفى وصتني ما ارجع بدونك. يا ابني انا مرتاح وتعودت على الناس اللي هون وهن تعودوا علي. يا بي بعدين مشان الاولاد، انت جدن وكبير العيله، الله يطول بعمرك، بخاف ينسوك. الله يسلمهم ويحميهم، هلا بيكونوا نسيوني. على كل حال يا ابني جيب لي اياهم لهون. يا ابي عيب عيب، انا عم اتبهدل بوجودك هون. شو اخي عمار، احكي لك كلمه، قل له يطلع معي على البيت. شو قلت عم بسطيف؟ ابني انا ما راح اترك الدار هلا. قل له انه بده معالجه، بده قسطره. يا ابي هدول المعالجه والقسطره بكلفوا كثير، وما حدا بيقدر يعمل لك اياهم غيري انا. عم بسطيف مزبوط كلامه، انت فعلا بحاجه لقسطره قلبيه. انا اليوم ماني محضر حالي، معلش اتركوني بعدين بنشوف. السلام عليكم. وعليكم السلام، بأمان الله. بدك ياني جاملك ولا بدك ياني احكي معك الصراحه؟ لا صارحني. يعني ردك العنيف هاد ما كان له اي مبرر، كأنك بتحقد عليه. انا مالي حاقد عليه، هو ابني اللي بقيان، بس انا مالي موافق على الشيء اللي عم يساويه. يعني شيء طبيعي كثير عم بسطيف انه الاولاد يختلفوا مع اهلهم بالرأي، بس مو بالضروره هذا الخلاف يؤدي لقطيعه. والله يا ابني اكثر من خلاف بالرأي. يعني خلاف بالمصلحه؟ ما بعتقد، هاي الرجل اجى لعندك وعرض كل ما يلزم. يا استاذ عمار ليش عم تحاصرني؟ هذا ابني عم يعمل اشياء انا مالي موافق عليها. طيب يا عم، ليش ما بتعتبر هالزياره هي عوده للابن التائب؟ بس انا ما شعرت بهالشيء، ما بعرف، بجوز انا غلطان. لا لا ما تاب، انا بعرفه. شو يعني شو يعني كلمه تاب؟ هيك ما بيصير، في جريمه مرتكبه. ارجوك لا تحرجني، معذرني، لولا كان اخوه هلا عايش وكان يتجوز واجا اولاد وضل انسان شريف. رحمة الله عليك يا احمد. انت لشو الفدوى؟ انا بقترح احسن شيء مشاننا انه ننقل غرفة نومنا لشي عنبر عندك بالدار ونسكن هنيك. ابو عمر لا تبلش بالنقل، لسه المشوار قدامنا طويل. لا اسمع هالاقتراح اللي طلعت لي فيه امبارح. قال جاي على بالها تساوي جمعية من المتطوعين، سميها أصدقاء الدار. لا ونصبتني أنا رئيسة كمان فورا. والله بدك تتحمل وبدك تصبر، على كل الأحوال يعني لسه المشروع بعده بأوله وبدنا نشوف كيف رح يتطور. إيه بس أرجو أنك ما تفهمني غلطة. لا يا أبو عمر طبعا لا، على كل الأحوال أنا شاعر فيك قديشك مبسوط بحماس مرتك للشغل. طبعا بدون شك. يبدو يا صديقي بأنه الدنيا صعب أنه تتفصل على الطلب، يا بتجي زايدة يا بتجي ناقصة. مع السلامة. الله يسلمك. سلم. تفضل يا مدام. براد عدد واحد. طيب هذا البراد صار له زمان معطل، ليش لا ما صلحتوه؟ هذا البراد مو معطل، هذا تلفان، صرنا حاطين عليه قد براد جديد وما كان يصلح، بده تنسيق. دار بتسعى لستين سبعين مقيم، مو مخصص له إلا براد واحد صغير؟ لا مدام، عنا بهالدار ثلاث برادات، واحد منهم كبير للحم. وينه؟ مو مذكور بالجدول إلا براد واحد صغير؟ يا مدام، الأساس الموجود أضعاف الموجود هلأ، بس أغلبيته تالف، 17 سنة عمر، يلي كان فيه ماتوا، يعني الأشياء بتخرب بتموت، مثل الناس يا ست فدوى. طيب واللي بيتلف، وين بيروح؟ يا ست فدوى بسلامة معرفتك، كل شيء بيتم حسب لجان جرد أساسية، يعني كل كذا سنة، مثلاً في براد متلف بمحضر رسمي، تفضلي، تفضلي شوفي، شرفي. تفضلي مدام، وهي البراد الثاني، البراد الأول أتلفناه من سنتين،
والبراد اللي بالمطبخ مصيره رح يجي لهون، وهي المروحه وهي كل الاغراض اللي طلبتيها. هي فرن ثاني ليش ما له مذكور بالجدول؟ لحنا مخصصاتنا ثلاثه، على سبيل المثال هذا الفرن معطل من 5 سنين بس كله حسب الاصول. طبعا وهذا حل الغسالات والبطانيات والصحون والطناجر. طبعا يا مدام هذا شيء طبيعي. بحب لك انه كل شيء له عمر، يعني التعامل مع الناس بهالدار له خصوصيه. ختيار مثلا ايده عم ترجو بده يفتح البراد يشرب كاسه مي، وخسرت كاسه المي شو بدنا نقول له يعني؟ اما اسعد بتعرفيها دائما نرفوزه، اذا كمشت باب الغساله وخبطته وانكسر شو بدنا نقول؟ هذا كله مصير البواب والشبابيك كمان يا ستي. حتى السياره تفضلي ارجيكي بقفة الدار، في شاسيه باص قديم من 5 سنين من السابق ولهلا ما كان يشكله لجنه جرد. بلعيها يا فاطمة، بلعيها يا حبيبي، بلعيها. قل يا فاطمة قلتلنا نفي ومي سخنة. اسكت انت نبيه، ما في شي بيضحك. ليش هيك عملتي؟ الله يصلحك يا فاطمة. اهلين دكتور. يا اهلين، الله يعطيك العافية. كيف اوضاعك؟ سألت عنك اليوم، قالوا لي أخبارك انقطعت عن الوزارة من أسبوعين. بصراحة يا دكتور أنا بعدني عم بتأمل بالخير، رغم إنه هون الأوضاع كتير كتير سيئة، بس صرت أعرف تماما شو المطلوب. مري وقت بتريدي وهاتي معك قائمة بالاحتياجات. ست فدوى، في واحد بعز علينا له قريب مسن شوي، متقل على أهله وأولاده، يعني أنت بتعرفي بركي بتلاقي الوضع مناسب عندكم. بصراحة يا دكتور حاليا ما فينا نأمن له أي شيء من اللي بيحتاجه. كيف يعني؟ ليه كم سن عندكم؟ يعني شيء 7-8. 7-8؟ يعني الدار فاضية؟ ب79-80 ليش متلبكين هيك؟ هو نحن مانا متلبكين بس ست فدوى، سبق قلت لك إنه أنت أخت عزيزة، وشو بتحتاجي هون بالوزارة الكل مستعدين يساعدوكي. أمري لعندي. شكرا. مشان هذا الرجل راح اقول لاهله يجيبوا لك اياه بهاليومين، ما راح وصيك اياه. كيف الدكتور رياض؟ سلمي لي عليه. الله معك.